يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. يا رب تستمتعوا. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: بقول لكم قصتي، أنا ما عندي غير أخوي سند لي في دنيتي، أمي متوفية وأبوي كبير في العمر وعنده شلل نصفي الله يبعد عنكم، يعني الجزء اليسار ما يقدر يحرك لا يده ولا رجوله، ولسانه قصير الله يطول في عمره ويخليه ذخر لي. وأنا ما أشتغل، خلصت دراسة وجلست في البيت، قدمت كثير بس سبحان الله ما صار لي نصيب. أخوي قاسي علي بشكل لا يطاق وما يحترمني، مع إني والله أحاول ما أطلع عن شوره في كل صغيرة وكبيرة، حتى مصروفي بروحي شايلته بنفسي. أشتغل على التصاميم وأبيعهم، وأحيانا أتعامل مع تاجرات وأخذ فايدتي منهم، مع إني أجي أوقات السوق ما يمشي، لكن والله ما أطلب الدرهم واحد، وهو ما يسأل عني ولا عن أبوي، قاسي مرة وحرمته قاسية مثله. حاولت أتقرب من زوجته، قلت هي بنت وبتفهمني وأنا مثل أختها أكيد، لكن والله يا كثر ما سوت لي مشاكل وأنا يا غافلين لكم الله، كل مرة أحسن نيتي. وكنت مخبية مبلغ 20,000 في البيت بشتري فيه سيارة، والله مجمع الفلس بالغصب، وصديقاتي مساعديني وما حد يعرف مكان الفلوس غير زوجة أخوي، وما حد دخل عندنا البيت أصلا، سرقوني وقهروا قلبي. وقتها ما حد في البيت إلا أنا وهي وأبوي اللي ما يتحرك. رحت كلمتها وصحت وربي يشهد الله علي، رحت لها وكلمتها ما ردت علي بكلمة، والله العظيم ما قليت أدب عليها. راحت وكلمت أخوي وزادت كلام من عندها علي، وقالت له إني مديت يدي عليها وأنا ما سويت هالشي. جاني أخوي ضربني ولا سمعني ولا رحمني، مد يده علي صوب أبوي وأبوي تعب وتم يصيح وربي رحمته، الله لا يسامحها، تعب عمري والله إنه تعب عمري وشقاي، حسبي الله ونعم الوكيل. ماني عارفة إيش أسوي، كيف أتصرف مع أخوي؟ أبسط شي يا حبيبتي، لو أنت متأكدة إنه هي اللي أخذت فلوسك روح أشتكي، أشتكي عليها في قسم الشرطة، أكيد رح يجي ويشوفوا البصمات وكل حاجة، وأخوك يتأدب وهي تتأدب ويرجعون لك فلوسك. قولها في الكومنتات. القصة الثانية: تقول صاحبة القصة: تخرجت من الكلية والحمد لله تزوجت وربيت أول بنت، بعدها زوجي قام يحن علي يبيني أحمل مرة ثانية، صدق بعد ما كملت بنتي 6 شهور حملت عليها، أثناء الولادة تعسرت ولادتي وولدت عملية وصارت لي مضاعفات بعد العملية، نصحتني الدكتورة ما أحمل إلا يوم تكمل بنتي الصغيرة 2 سنين، والحمد لله على كل حال حملت بنتي عمرها 9 شهور، هزأتني الدكتورة وليش وحرام وما أعرف إيش، المهم قدر الله ولادتي الثالثة صارت عملية، انهارت وتعبت أكثر و3 أطفال ورا بعض وعمليات، صارت ما فيني طاقة وأصيح على كل شيء وحطيت حرتي في الأكل، أي والله آكل بشراهة ما حد يتخيلها، وصلت لين وزن 100 وأنا طولي 155، صرت بطة بما تعنيها الكلمة. صدمني زوجي يوم قال لي احملي، والأول مرة أحس إني طلعت من طولي، وصارخت وعصبت وصحت وخلاص ما أبي شي، حتى لو بتتزوج علي بثانية روح بس فكني، كانت كلمة وقت الغضب، لكن هو ما صدق وتزوج بعد 6 شهور من الحادثة بحجة إنه يبغى عيال وأنا ما بقادرة. المهم قررت أتغير وأعيش لنفسي لأني تعبت، كلمت صديقتي تشتغل في المستشفى وقلت لها أبي أسوي قص وش الإجراءات، حطيت عيالي عند أمي، خذيت أختي وتوكلت على الله وقصيت، بدأت أهتم بنفسي وردت حياتي الجديدة بالتدريج، قدمت على وظيفة وانقبلت وجبت لي عاملة تساعدني، زوجي بدأ يقسم الأيام بيننا وصار يحاول يراضيني بكل اللي يقدر عليه، وأنا أساسا صرت مرتاحة جدا. نصيحتي بنات لا تهملون عمركم بسبب العيال، نصيحة من أخت لكم. القصة الثالثة: تقول صاحبة القصة: أنا يتيمة الأم، أمي توفت وأنا عمري 5 سنوات وما أتذكر أي تفصيل الله يرحمها برحمته، أبوي تزوج لها في حياته الثانية وعياله، سكنت عند جدتي أم أمي ما قصرت فيني، كبرتني واهتمت فيني، وخوالي اللي مو بمعرسين بعد ما قصروا لين عرسوا. قصتي تبدأ من مشروعي، قررت أدخل شراكة مشروع مع صديقة الروح بالروح ننظم أعراس وحفلات، هي كان عليها رأس المال وأنا عندي التنسيق والترتيب، لأني أنا اللي أقدر أطلع وأرجع بدون ما أحد يقول لي لا أو ارجعي الوقت تأخر. كنا في البداية نصمم حفلات وجلسات وأعراس وهمية، وكان مكلف على صديقتي بس عشان تجينا طلبات، الرخصة كانت باسمي،
وبدأت الطلبات توصل. بعد ما دفعنا كل شيء صرنا نسوي بالشكل المطلوب، والكل يمدح شغلنا، وأنا أساساً المشرفة على الشغل وعندي عمال يساعدون. صديقتي فقط عليها المال والسوشيال ميديا لأنها ما تقدر تروح وترجع. المهم لين جاء فترة أعراس وحجوزات، مع الأسف خذينا فوق طاقتنا من طلبات، كل يوم كان طلبين. بدت المواد تنقص وأنا انضغطت صدق، أكلم الموردين عشان يوردون لنا وأكلم صديقتي تحول، بس بعد هي ما تقدر، المبلغ اللي عليها خسرناه في البداية. المهم كنت أحط رقمي على أساس بدفع لهم بعدين، حاولت أسدد الديون اللي علينا لكن ما قدرت، صار عندي عجز في الميزانية وما قدرت أعطي العمال رواتبهم العمال الدائمين، أما العمال اللي باليومية كانوا يشيلون فلوسهم ويروحون. المهم صارت علي ديون فوق راس وصلت ل300 ألف، متخيلين؟ صديقتي حاولت تدبر ربع المبلغ وأنا ما قدرت، كلمت أبوي وخوالي يساعدوني ولا واحد ساعدني. بعت سيارتي بسعر رخيص، هي هدية جدتي، ومع الأسف انسجنت ليوم واحد. بعدها أبوي يوم شاف الوضع جدي قرر ياخذ قرض عشان سمعته، وسكر ديني وسكرت المشروع. حسيت إنه مالي سند في الحياة، وبديت أقدم على وظائف في كل مكان، أشتغل دوام خاص وكامل وجزئي، يعني اثنين عشان بس أنسى اللي صار. بعدها أبوي طالبني إني أسدد القرض، أنا حاليا في اكتئاب حاد ولا عارفة كيف أتصرف. قررت أعطيه جزء من راتبي كل شهر، لكن هو مصر إني أخذ قرض عشان أسد قرضه. والله تعبت، أنا ما أبي قروض ولا أبي ديون، ما أبي شيء يتكرر، خاصة إن دوامي عقد سنتين فقط. ما أعرف، اكتبوا لها في الكومنتات. بس انتهت قصصنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.